أهلا بكم. 4 ملايين لاجئ عراقي يعيشون وقع التحديات في عموم بلدان العالم، منهم من هاجر للبحث عن العمل، ومنهم من هرب خلال الحروب والاضطرابات الأمنية، ومنهم من وصل إلى أوروبا ودول أخرى، ومنهم من غرق في السواحل. شباب أزهقت أرواحهم في رحلة الهروب من مصير لا استقرار، لم ترسو سفن الطموح على أرصفة الأمل، فابتلعت الشواطئ مستقبلهم ودمرت كل أحلامهم. فهل هناك نبض ينعش التطلعات كمحاولات وزارة التخطيط لإعادة الحياة للمشاريع عبر التعاقد مع شركة أمريكية اقترن اسمها بسوء الصيت؟ فمن يتحمل المسؤولية، الوزارة أم من أطلق الشبهات؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن محور الحديث في ملفنا الأول سيكون مع نائب رئيس منظمة فكرة والرأي للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور أسامة السعيدي. دكتور مرحبا. أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك دكتور. في اليوم العالمي للاجئين، كيف تصف حال وأوضاع المهاجرين أو اللاجئين العراقيين في الدول الأخرى؟ تفضل. شكرا جزيلا، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا على الاستضافة. طبعا تدري اللجوء او النزوح او غيرها من هاي المصطلحات، كل مصطلح طبعا له فد مدلوله، انه يعبر عن حاله ظرفيه مر بها البلد. العراق تقريبا من عام 1980 مر بعده يعني ظروف صعبه، منعطفات عسكريه امنيه اقتصاديه، ادت الى انه نسبه كبيره لا يستهان بها من المجتمع العراقي تفكر بمغادره البلد. اذا نرجع ل 1980، فكانت قيام نظام صدام بشن الحرب على إيران، وبالتالي هذه كانت أشبه بالمحرقة، والكل كان يريد أن ينجو من هذه المحرقة، لأنه يعلم أنه كانت هذه تعبر عن طموحات وتوجهات صدام اللي قادت البلد إلى ما قادت إليه، وبالتالي هذه كانت خلينا نسميها التحدي الأول اللي أدى إلى أنه يكون نسبة الآن متواجدين اللي هم قد يكون الآن أعمارهم يعني خلينا نقول أعمارهم تقريبا من 60 65 70، هم الآن متواجدين في المهجر. المرحلة الثانية اللي بداها صدام أيضا هو ما بعد احتلال الكويت، واللي ما بعدها أدت إلى أنه ينفرض عقوبات أو حصار اقتصادي على الشعب العراقي بحجة إضعاف النظام السياسي من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هذا الظرف الصعب الاقتصادي أدى إلى أنه الآلاف والملايين من أبناء المجتمع وأبناء الشعب العراقي يفكرون بالرحيل وترك البلد، باعتبار أنه البلد أصبح لا يطاق بسبب سياسات نظام صدام، شظف العيش، وبدأوا يبحثون عن فرص عمل، قسم في دول الجوار وقسم في دول أوروبية. يعني الآن نريد نحدد تواريخها، نعتبر المرحلة الأولى 1980، المرحلة الثانية بدأت 1991، المرحلة الثالثة اللي هي ما بعد عام 2003. ما بعد عام 2003 احنا لن نتوقع انه هذا النظام السياسي الحالي الآن اللي نشوفه هو يعني تأسس رأسا 2003، وإنما نعرف أنه ما بعد عام 2003 كانت أكو مراحل انتقالية، كانت أكو قوات أمريكية، كانت أكو سلطة لحاكم مدني، كانت أكو حل الجيش العراقي، وبالتالي هذه هم أيضا إلى أنه أكو عندنا صارت مرحلة اللي هي من 2003 تقريبا إلى حوالي عام 2008-2009 اللي هي كانت بها التنظيمات الإرهابية، وكانت بها تنظيم القاعدة، وطلعت لنا
أنصار محمد وأنصار الإسلام وغيرها من المسميات، تقريبا أكثر من 30 إلى 40 فصيل إرهابي كان يقاتل أمريكا ويقاتل وفق عنوان طائفي بالعراق. طبعا هذا هم دفع إلى أنه نسبة كبيرة من المجتمع أنه أيضا يهاجر، يا أما يهاجر داخل العراق ويترك محافظته الأصلية أو مدينته الأصلية، أو أنه هو يهاجر أصلا خارج البلد. هذه المرحلة خلينا نسميها الثالثة. المرحلة الرابعة اللي هي كانت عام 2014، اللي هي تقريبا اللي هي خلينا نقول آخر مرحلة هاي، نعم، اللي هي كانت سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات وحصول عمليات عسكرية للتحرير. طبعا هذه أيضا دفعت نسبة من الشباب أنه يتركون البلد، وما بعدها أيضا من الـ 14 إلى تقريبا خلينا نقول إلى العشرين، سنة العشرين 21 بدأت أكو سياسات اقتصادية تقشفية، لأن اقتصادنا بتوجه نحو العمليات العسكرية، اقتصاد حرب، وبالتالي قلة فرص العمل، قلة التعيينات بالمعنى الدارج المتعارف عليها، أدى إلى أن الشباب أيضا يفكرون شنو بالهجرة والنزوح. لذلك هاي أربع تحديات، أربع منعطفات هددت وجود الدولة العراقية، يعني مو فقط هددت فئة مجتمع. من هذه المراحل والمنعطفات اللي ذكرتهن، أي المراحل هي كانت أو سجلت أكثر أعداد؟ والله هي كل مرحلة لها ظروفها ولها قسوتها، يعني ما نقدر نقول إنه هذه المرحلة أقسى من غيرها، لأن كل وحدة قد يكون فترة الحصار أنا يعني باعتبار صارت فيها فترة طول زمني اللي هي من 91 إلى 2003 لحد سقوط نظام صدام. هذه الفترة الأطول اللي تقريبا أكثر الشباب كان بس يعني يكمل دراسة أو قسم ما يكمل دراسة، رأسا يترك عائلته ويذهب للبحث عن عمل، يعني يذهب إلى سوريا، يذهب إلى الأردن في أقصى الحالات، وكانوا يعاملون معاملة سيئة. يعني البعض اللي هو جي هذا الجديد قد يكون ما ملحق على فترة صدام وما يدري إنه شلون كان عايشين أو شلون كنا إحنا عايشين بالعراق، واللي كان يطلع حتى يبحث عن فرصة عمل هو ما كان في وضع مريح. هاي أنا أعتقد الفترة الأقصى يمكن، طبعا ما قلل من قيمة باقي المراحل. كل هاي طبعا أدت إلى أنه طبعا اللي يطلع خارج البلد هذا يبدي يكون أسرة، يبدي يكون عائلة. برغم شوف برغم كل هذا أنه اللي يطلع خارج البلد يبقى ارتباطه بالوطن، يعني يبقى مثلا نسانة هو من معارفنا وأصدقائنا، هو مثلا متجنس بجنسية دولة أخرى، لكن من يصير عنده أولاد يرجع يطلع لهم مثلا شهادة جنسية أو بيان ولادة أو بطاقة موحدة، يحاول يتحصل لهم الجواز العراقي، ما ين يعني ما ينفصل تمام عن بلده الاصلي او عن وطنه. دكتور اكو احصائيات لعدد المهاجرين او اللاجئين العراقيين؟ والله العراق طبعا الفترات اللي ذكرت لك اياها العراق كان يتصدر عدد المهاجرين والمهجرين والنزوح وغيرها، لان تعرف ظروف حرب يعني، وبالتالي الدوله ما عندها السيطره على انه تكبح او تغلق امام المؤن، خاصه في 2014 انه الانسان يصدر شنو داخل مثلا الوطن العربي، يصدر اسيا، يصدر لا لا يصدر العالم. لا لا يصدر اولا يصدر المنطقه العربيه، يعني من كانوا 2014 يذكرون سوريا، يذكرون العراق، يذكرون افغانستان، يذكرون السودان، يذكرون اليمن. نعم هاي هاي احنا كنا نصدر يعني ثاني ثالث رابع الى حد تقريبا 17 18 بدا العراق يتراجع. الان 2024 الان العراق مو يعني الان اللي تصدر الدول، يعني مثلا سوريا، الاردن الان تتصدر، يعني الان اخر احصائيه اكثر من نصف الشعب الاردني يريد يهاجر بسبب ظروف المعيشيه الصعبه، عندك السودان، عندك مصر، عندك اليمن، عندك ليبيا، هاي الدول اللي هي بؤر توتر. طبعا العراق الان مو من الدول اللي المجتمع بيريد يهاجر نسبه، ما اقول لك ماكو، بس احصائياتها هي قسم منها رسميه وقسم منها غير رسميه، يعني ما تتجاوز ال 25%. من يسوون استطلاع راي او استبيان للشباب انه تريد غادر بلدك لو ما تريد، النسبه ما تتجاوز ال 25%، في حين مثلا تروح الى الاردن اكثر من النصف، تروح الى سوريا، تروح الى السودان، تروح الى اليمن، تروح الى غيره، لانه هاي دول غير مستقره. طبعا السبب انه كواي معطيات، يعني لا تسالني انه ليش هذا، انه العراق الحمد لله انه ما صار في مقدمه الدول اللي لها نسبة الهجرة أو النزوح، أنه أولاً الاستقرار الأمني هاي المرتبة الأولى، أنه أنت بعد ماكو شيء يهدد وجودك أو يهدد عائلتك أو يهدد سكنك أو يهدد محافظتك، هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الوضع الاقتصادي النسبي الجيد، هسه إن كان هو يمارس عمل قطاع خاص أو إن كان يمارس نقول بالمعنى البسيط المتعارف أنه هو لقى تعيين، خاصة أنه الحكومة الحالية عينت وفق على مجلس الخدمة الاتحادي أكثر من حوالي تقريبا 250 ألف درجة وظيفية. نعم. طبعا
اي واحد منا من او اي شاب من يكون مقتبل العمر عمره 25 20 سنه تجي فرصه عمل للتعيين او بعد ما يفكر يغادر بالضبط. تبدي الخطوه اللاحقه اللي بباله مثل ما احنا كنا بدايه قبل 20 سنه بدايه حياتي يعني انه الخطوه الاولى من حصلت التعيين انه ابدي اكون عائله من تبدي تكون عائله بعدين تبدي تفكر تسوي سكن تحصل سكن بعدين تفكر بسكن احسن بعدين تفكر تشتري سياره هاي هي الحاجه الطبيعيه لاي واحد شاب يريد بمقتبل حياته دكتور بما انه لكن هو شو وقت يبدي يريد يهاجر نعم من هو ما يلقى فرصه عمل ما يلقى شغل اذا يقول لك انا خل اطلع ما ابقى بهذا البلد الحمد لله احنا السياسات الان الحكومه عمرها تقريبا سنتين بدات تعالج انا لحد هسه اللي يعرفهم تقريبا من الاصدقاء عندي اثنين رجعوا وبرغم انهم محصلين على جنسيه دول اجنبيه والمفارقه انهم تعينوا بهاي التعيينات الجديده يعني وعادوا وقسم ما عنده عائله واحد عنده عائله واحد لا ما عنده عائله اللي عنده عائله رجع هو وعائلته واللي ما عنده هم رجع وتقريبا يقول انا راح اعوف البلد اللي حصل الجنسيته انا خلص العراق ايش ما يكون هو بلدي مو مثل ما انا طبعا تدري الغربه مو سهله صح. انت تروح البلد اجنبي اولا اللغه تختلف العادات التقاليد طبعا مساله العادات هاي مساله جدا مهمه اكو هواي امور احنا ما نحس بيها لان يعني في سياق المجتمع مالتنا بس انت من تطلع بالخارج وتعيش فتره طويله تحس انه هاي عادات مستوردة أو ما تناسب دكتور تكوينة. أريد أسألك بما أنه العراق خلال هذه السنوات اللي فاتت كان متصدر الدول بأكثر أعداد هجرة شنو انعكاساتها السلبية على الوضع الداخلي العراقي زيادة الأعداد اللي تغادر العراق هو أولا أنت يعني البلد يعاني من حالة مرضية فبالنتيجة إحنا مو يعني ما ألوم بصراحة بذيك الفترات ما ألوم اللي يريد يطلع لان يعني كانت فترات صعبه مو اي واحد ممكن يتحملها او يتقبلها او يقول انه انا اصبر وهذا بلدي وهذا وطني لكن اكيد البلد يعاني من وضع غير طبيعي لكن عوده الان خلينا نسمي الهجره العكسيه اللي كانوا مهاجرين الان يريدون يرجعون او قسم قام يصفي املاكه اللي برا ويبدي يبحث له عن سكن هنا او يدور له عن فرصه عمل هنا هذا معناته انه البلد بدا يتعافى بدا يرجع الى وضعه الطبيعي بدا يتوازن أنا اسال عن الانعكاسات السلبيه خروج الكفاءات من البلد وغيرها وحتى على الوضع الاقتصادي عندنا مثلا هو طبعا تجار رؤوس اموال خرجت طبعا هواي مؤشرات انت في يعني في ابرزها انه انت تكون بلد انه سمعتك مو ايجابيه انه انت تتصدر الاحصاءات الهجره والنزوح انه انت راح تتراجع في كل المؤشرات الاقتصاديه والتنمويه راح تقل عندك الايدي العامله راح تقل عندك الكفاءات راح يقل عندك المستثمرين الاجانب من يريد يجي يقول لك انا ما اجي هذا بلد يتصدر المهاجرين والنازحين انا اجي شنو اذب اموالي وين اذبها صح هو يبحث عن مؤشرات البلد المستقر احنا الان بلد يعني بدا يتحول من مرحله اللا استقرار السياسي والامني والعسكري الى مرحله الاستقرار اللي نعيشها الان بدنا نجنح نحو التنميه يعني من تبدي تجنح نحو التنميه بما معناه انه راح يصير اكو عندك استقرار اقتصادي وراح يصير عندك استقرار تنموي وبعد الطفل الان اللي خلينا نقول عمره الان 5 سنين 7 سنين 10 سنين ابوه وامه يعرفون انه وين راح يكون بعد 10 سنين وين راح يلقى فرصه عمل وين راح يكون مكانه وين راح يكون مجاله هي هاي التنميه التنميه انه شو وقت ممكن نشوف العراق انه يرجع من جديد يكسب هؤلاء المهاجرين وبالتالي نشوف هجره عكسيه يعني حتى لو ابناء الذين هاجروا هي بدت يعني انا اللي قلت لك اللي اعرفهم هسه قد يكون وزاره الهجره عندها الاحصائيات انا حقيقه حاولت ابحث يبدو ماكو ارقام بهذا الخصوص نعم. لكن السياسات العامه انا بوزاره التعليم العالي بوزاره العمل بوزاره اكو يعطون احصاءات بس يبدو ما معلنه من وزاره التخطيط لحد الان اكو يعني انا اللي قلت لك اللي حسب معرفتي اللي اعرفهم بدوا يقسم يعودون او قسم يحاول ان يسوي له موطئ قدم انه مثلا يجي كل 3 اشهر هنا ويبقى هناك 6 اشهر وهكذا اذا ما يرجع بصوره دائمه الى بلده الاصلي نعم. انا اعتقد انه احنا اولا انه بعد ما عندنا نزيف او ما عندنا حاله هجره هذا بحد ذاته مكسب هاي المرحله الاولى المرحله الثانيه انه احنا نبدي الى مراحل استقرار متقدمه راح تصير نوعا ما تصير العوده العكسيه طبعا ما اقول لك الكل لان يعني اكو مثلا اللي طلع في الثمانين صعب الان يرجع قد يرجع للزياره بس مو اللي طلع من 1980 وترك العراق صار له اكثر من 40 سنه صعب يرجع بس اللي طلع قد يكون مثلا 2014 2015 16 هذا ممكن عودته تكون سهله ومؤمنه واكو سياسات بهذا الخصوص عوده الكفاءات عوده المهاجرين إيه لكن ايضا هناك اعداد ليست بالقليله ما اعتقد ترغب العوده للعراق
أنا أريد أسأل شنو اللي يجبر الإنسان أنه يعيش صعوبة الغربة ويتحمل كل المصاعب وهو في بلد غريب من الرجوع إلى بلد الأم؟ جنابك تتذكر فترة الـ 14 15 16 انتشرت حتى بمواقع التواصل ويوتيوبات أنه إذا تريد تهاجر يا دولة أنسب إليك، وشون تروح ومنين تطلع وشون تجي ومن راح يتلقاك وهذا الكم شوفوه. صار اكو نوع من الترويج اللي خلينا نسميه الترويج الشعبوي. نعم. يعني ما موجه من قبل دوله، مو الدوله نعم. المستضيفه او الدوله اللي تهاجر، وانما هم الناس اللي يهاجرون حتى يجيبون اصدقائهم واقاربهم يقول لهم يابا تعالوا احنا هيك مرينا، هيك شفنا، هيك تجربه عشنا. الان هسه هذا الموضوع ما موجود، يعني ما عاد منتشر مثل ما كان في تلك الفترات. يعني ارجع واقول اكو مسببات ادت بالشخص انه يفكر بالخروج. الآن هذه الأسباب تقريبا حوالي 80% من عندها انتفت، يبقى العامل الوحيد الآخر اللي هو عامل فرصة العمل، وهذا مو بصراحة مو عامل ضاغط كلش. يعني أنت مرات ما تلقى فرصة عمل عند الحكومة أو الدولة، تفكر عند القطاع الخاص، تشتغل القطاع الخاص. هسه مو بالضرورة الأجر اللي تحصله هو أجر يعني مناسب لك لتطلعاتك لمستقبلك، لكن هو أجر مقبول. تفكر بأجر أفضل، تبدي تفكر أنه إحنا الآن الحكومة تبدي تتخطط أنه تجيب شركات. إحنا إذا صار عندنا سوق العمل عن طريق الشركات راح تشوف الأمور راح تختلف، راح تصير هجرة من القطاع العام للقطاع الخاص. لأن يعني أنا متعين عند القطاع العام مثلاً 750 مليون، باكر عقب أروح الشركة تعطيني مثلاً 2000 دولار، فبالنتيجة أنا أروح أقول لك أروح أشتغل بالقطاع الخاص بشركة إذا أنا طبعاً عندي مهارة. هاي مسألة مهمة للشباب أنه مو بس يتعكز أنه عنده شهادة، لا، انه انت لازم ويا الشهاده مالتك لازم يكون عندك مهاره صحيح. تسند اختصاصك، وبالتالي حتى تخلي الشركه انه ممكن انت تنسجم ويا تطلعاتها ويا المهارات اللي تملكها، وبالتالي تعينك باجر او براتب مجزي. وهذا الامر متوفر في الدول الاوروبيه، يعني الكثير من الشباب اللي هاجروا ونشوفهم يشتغلون ب 2000 و3000 بالضبط. احنا الان بدينا، الان بدات الشركات تجينا، فانا اتوقع ان شاء الله خلال هذه السنتين راح يصير عندنا سوق عمل عن طريق الشركات، مو سوق عمل ننتظر مجلس الخدمة. لأن أنت مجلس الخدمة ما ممكن الدولة تبقى تعين إلى ما لا نهاية، حتى لو كان أكو هناك من يطلع تقاعد، وحتى لو خفضنا سن التقاعد، لكن نسبة النفوس عندنا تزيد. يعني إحنا سنويا عندنا تقريبا 1 مليون فرد يتصدر سوق العمل، ما بين ذكر وما بين أنثى، مختلف التخصصات. هذا عدد اللي ما مخلصين شهادات، فهذول 1 مليون ما معقول الدولة تستوعب كل سنة 1 مليون، وبالتالي هذا يصير مسألة يعني ما غير منطقية. وإنما هذا 1 مليون لازم، وبالتالي أنت معتمد على النفط وأيضا تحتاج إلى قطاع خاص. لازم أكو قطاع خاص، وهذا القطاع الخاص هو قطاع الشركات. لأن أنت البلد الآن مالتنا من دخل بهاي الحروب اللي تقريبا 4 حروب، هي تقريبا هاي الحروب أدت إلى أن البلد يعطل، يصير عنده خمول. فبالتالي العالم تقدم علينا تقريبا 200 سنة سبقنا تنمية وبنى تحتية ومعامل ومصانع، واحنا تاخرنا. يعني كل حرب تجرتك اخرتك في 50 سنة. بالنتيجه الان احنا نريد نقفز الى الامام. من نقفز الى الامام بقدراتنا وامكانياتنا الوطنيه ما عندنا، لذلك تتم الان الاستعانه بالشركات. اكو الان دا اشوف مرات هجمه انه ليش جايبين الشركه الفلانيه وليش جايبين الشركات. هي الحكومه ما تجيب شركه بطرا، يعني احنا مو عندنا الامكانيه نسوي هذا الموضوع ونجيب شركه، لا، احنا الحكومه تريد تقفز بالطاقه الانتاجيه مثلا، بالطاقه الاستيعابيه، تريد تقفز بالبنى التحتيه. هاي القفزة مال 5 سنين اللي قدام 3 سنوات مو مال بشركاتنا الوطنية، مع الاحترام نحتاج شركات رائدة متقدمة متطورة مع القطاع الخاص الوطني، مع القطاع العام الوطني ممكن يساند، لكن نحن نبقى نحتاج للخبرة الأجنبية بإشراف الحكومة بإشراف الدولة تكون أكو متابعة. لذلك وفق هذه الخطط إن شاء الله أكو تقدم في هذا الاتجاه. دكتور، إذا نتحدث عن المرحلة الأخيرة للهجرة بالعراق اللي هي من عام 2014 إلى عام 2016، أغلب المهاجرين أو بنسبة 90% تقريباً كانوا أغلبهم من الشباب. صحيح. شنو الأسباب اللي دفعت الشباب؟ مع العلم 2014-2016 كانت الأمور حتى الوضع الأمني يعني جيد ولا بأس به. شنو الأسباب اللي دفعت الشباب وبهذه النسبة إلى الهجرة بها؟ لا، هو تعرف إحنا 2014 كانت بصراحة القضية ما تخص حكومة ولا تخص نظام سياسي، كانت الدولة على المحك. تنظيم داعش ما كان غايته هو إسقاط حكومة ولا اسقاط نظام سياسي، كان يريد ابتلاع الدوله بالكامل. اكو دوله اسمها جمهوريه العراق يريد يبتلعها، مثل ما كان عنده تجربه في ابتلاع جزء من الاراضي السوريه، مثل ما كان عنده تجربه في ابتلاع مثلا افغانستان. بالتالي هذا الشاب اللي هو بعده مقتبل العمر من يسمع البروباغندا مال تنظيم داعش اكيد هو يتاثر، واكيد يشعر بالخطر. واكيد يقول لك انا اذا انا ما راح، انا وجودي كله راح ينتهي.
وبالتالي شنو انا ذنبي اعيش بهاي الظروف؟ اذا انا خلى اطلع اهاجر. وصارت عندنا حالات مثل عائله نام تقعد الصبح تلقى ابنها ماكو، ورا يومين يخابرهم يقول لهم انا بالسويد، انا بسويسرا، انا بتركيا، انا ما اعرف وين. صارت يمكن عشرات الحالات. وبالتالي الشاب قد يكون قله يعني التجربه، قله الخبره، الشعور بالخطر، الشعور بالخوف، تهديد وجوده، يريد يعيش حياه الشباب، يقول لك انا ما مجبور اعيش بهاي البيئه. دفعتهم. بالمقابل طبعا اكو شباب ايضا الصوره الضبابيه والاحلام الورديه اللي رسمتها بعض أكيد مواقع التواصل أكيد بان أكيد الحياه في الغرب اوروبا وحياه غير شكل. اي والدليل البعض راح ورا شهر يمكن رجع ورجع رجع. وبالمقابل نقول اكو شباب لبوا نداء الفتوى الكفاءه الجهاد الكفائي وراحوا بخط الصد الاول وقسم استشهدوا. وبالتالي مثل ما اكو ناس طلعوا اكو ناس لا ذهبوا ودافعوا عن بلدهم. لذلك ايش قد ما يكون الشاب محصن يكون عنده يعني عمق انتماء لهذا البلد، مهما تعرض هذا البلد الى ظرف، احنا انا من الناس من الثمانين تعرضنا لمختلف الظروف، ما غادرت البلد يوم واحد، وعشنا عشت كل هاي المراحل، واكو غيري قد يكون الالاف اللي هو من جيلي واكبر عانوا اكثر اللي فتره حكم صدام وغيره، وبالتالي اللي عنده هاي الحصانه اللي خلينا نسميها الفكريه ما يفكر يهاجر، لكن احنا نعذر، ما نقول انه ذول الهاجروا، نعذرهم واكيد البلدهم ووطنهم وش وقت ما هم يردون يرجعون فهي موجوده. يعني احنا ما عندنا شيء اسمه اسقاط الجنسيه او منع ازدواج جنسيه. نعم بالعكس، حتى اللي عنده جنسيه ثانيه ممكن يبقى على جنسيه العراق. دكتور برايك كيف تعاملت وتتعامل الدول الغربيه مع اللاجئين بمختلف جنسياتهم؟ شوف انت ما دامك شخص اجنبي انت بالنسبه لهم خطر، يعني هم يعانون دول اوروبيه الامريكا نفسها يعانون من الهجرة، يسموها الهجرة الشرعية وخاصة الهجرة غير الشرعية. نعم. وبالتالي أنت تبقى تحت النظر ويحطوك في معسكر ويحطوك في اختبارات ويعني أمور كثيرة، مضايقات، حتى أنت تكون وفق القالب اللي هم راسميه. يعني أنا أعرف هواية عوائل رجعت لأن هم مثلا ما يتقبلون أنه ما عنده سلطة على أولاده، وما يتقبلون أنه مثلا موضوع التدريس المثلية والشواذ أجلك الله بالمدارس. هواية امور عادات. انا قلت لك احنا قد تكون عندنا ما شاعرين بها لان احنا مجتمع متشابه في عاداتنا في تقاليدنا، لكن تشوف انه من يطلع برا يتفاجئ انه مثلا انه لازم زوجته تكون بمظهر معين، وابنته لازم تلبس لبس معين، وابنه لازم يتصرف تصرف معين. احنا عندنا سلطه الاب، عندنا سلطه الام، عندنا الضوابط المجتمعيه، عندنا القيم الاخلاقيه هي اللي هي هو بالاضافه الى اختلاف العادات والتقاليد طبعاً اللي انصدم بها كلها تاثر. لذلك لا تتوقع انهم كل اللي راحوا، يعني انا اللي طلعوا اسالهم دائما من المعارف والاصدقاء يقول انا ما يعني انا ما يعني خلينا نقول ما متكيف، بس انا اطفالي راح يتكيفون لان هم صغار راح ينشون على هاي العادات. وحتى هو من يحكي هذا مراضي بيقول يعني هاي مو عاداتنا، لان هو راح في عمر كبير وبالتالي صعب التاقلم مع هذه مع هذا المجتمع مع هذه العادات. بس الظروف اللي هي الاستثنائيه اللي كنا عايشين بها هي طبعا اللي جبرتها وجبرت الالاف انه يغادرون، وبقائه طبعا بقاء صعب. يعني لذلك تشوفون دائما يرجعون، يعني يزورون عوائلهم، يزورون اهلهم، يجون يشوفوهم، لان هم دائما يشعرون بالغربه هناك. يعني ما يشعرون انهم عايشين، حصل الجنسيه وصار عنده سكن وصار عنده ضمان وصار عنده، بس هو يشعر انه هو في بلد يعني مو مواطن درجه اولى، مو مواطن اللي هو ابن البلد الحقيقي مثل ما بلده بالعراق. جيد. في ظل التطور الأمني في العراق وحتى التطور الاقتصادي والوضع بشكل عام اللي نحو الأفضل إن شاء الله، لو أتيحت الفرصة اليوم للهجرة راح أيضا نشاهد أعداد تغادر العراق كما شاهدناها عام 2014 إلى 16 أو قبلها؟ لا، أنا قلت لك أكو أسباب دفعة الخروج والهجرة بها بالطريقة حتى معناته العبثية، يعني بطريقة ما مدروسة. شاب وعنده يمكن حتى فلوس ما عنده يطلع هيك بطريقه يسموها التهريب وغيرها، وقسم حتى توفوا بظروف صعبه. اليوم الظروف مو نفس الظروف. اليوم الشاب قد يكون العراقي بصراحه في هذه المرحله ده يعيش في وضع، انا ما اقول هو في وضع ممتاز، لكن هو في وضع متوسط، يعني بالتالي ما يخليه انه يعيش ظروف صعبه يفكر بانه يطلع، عايش في كنف عائلته، في كنف والده. الان اكثر الشباب يعني بالنسبه الاغلب الاعلى نشوفه مثلا عنده سياره، عنده تليفون، هسه التليفون هذا حتى الهاتف بمستويات مختلفه، يمارس حياته طبيعيه، يطلع يشتري ملابسه. انا من اقارن هاي الحياه هسه قسم يقول لي يعني مو الكل، اقول لك طبعا مو الكل، احنا عندنا 7 ملايين فقير بالعراق، احصائيات رسميه، عندنا 7 ملايين فقير بالعراق، لكن النسبه الاعلى
هم اللي دا يمارسون حياتهم الطبيعيه. من نقارنهم بجيلي انا بالثمانين من كنا في فتره حكم صدام، لا كانت الهدوم مثل ما هسه موجوده مولات وملابس، لا كانت اكو شيء اسمه سيارات، لا كانت اكو شيء اسمه تليفونات، لا كان اكو شيء اسمه ساتلايت، لا كانت اكو وسائل ترفيه. وبالتالي اليوم الوضع تغير. يعني حتى انا بنحكي طلابي من كنا احنا فترتنا يقولوا لي انتم شلون كنتوا عايشين من كنتوا شباب؟ قلت لهم هو هذا، يعني هو هذا صدام وهذا حكمه. نعم. شلون نريد نعيش؟ دكتور، هي كانت هاي ايامنا. الكثير من النخب على مستوى مفكرين، اطباء، مهندسين، معماريين وغيرها غادروا العراق ومنتشرين في اغلب الدول الاوروبيه في العالم. هذه الصوره تعتبر ايجابيه ام سلبيه؟ هو تصدير، يعني اولا تصدير المواطن العراقي، الفرد، الكفاءه العراقيه. هذول طبعا تحدث عنهم، هذول هاجروا بالثمانينات، يعني هذول هاي الفتره اللي هي خلينا نسميها التعليم بالسبعينات بالستينات كان مضبوط بدرجات عاليه. فذولا من اجى صدام استلم السلطه، عرفوا صدام راح يسوي حرب، فكلهم طلعوا واشتغلوا بهاي البلدان. فبالتالي الان هم صاروا قامات، يعني صاروا معروفين على مستوى الطب، على مستوى الفلك، على مستوى الهندسه، صاروا معروفين. طبعا ذولا عكسوا صوره ايجابيه عن البلد، عن العراق. بس طبعا هذا اخذ مساحه واخذ مكان صعب الان تقول له تعال ارجع للعراق اليوم، لان يعني هو مكانته الموجوده الان اللي موجوده في بلده الحالي ومتواجد به، هو ماخذ وضعه. جيد. نائب رئيس منظمه فكره والراي للتنميه وحقوق الانسان الدكتور اسامه السعيدي، اشكرك جزيلا الشكر على هذه المتابعه. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا، ختام ملفنا الاول بابرز ما جاء في منصه اكس حول هجره العراقيين الى الخارج، نتابع. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن تعاقد وزارة التخطيط مع شركة كي بي آر الأمريكية للإشراف على مشاريع العراق بقيمة بلغت 46 مليون دولار وتمتد لخمسة سنوات. ونناقش هذا الملف مع الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الفهد. دكتور، مرحبا بجنابك. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. نبارك لكم وللشعب العراقي عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير الأغر. أهلا بحضرتك دكتور. التخطيط تتعاقد مع شركة كي بي آر الأمريكية للإشراف على المشاريع لفترة تمتد إلى خمسة سنوات، شنو رأيك كمتابع ومراقب اقتصادي لهذا الموضوع؟ طبعا تأتي هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي الأخيرة التي أبرمت أثناء زيارة سيد رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني. نعم. إلى الولايات المتحدة تم إبرام 18 اتفاقية، من ضمن هذه الاتفاقيات كانت الاتفاقية التعاقد مع شركة كي بي آر الخاصة بالاستشارات الهندسية. وهذه الشركة طبعا لديها أعمال كبيرة جدا في مجال الاستشارة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمستوى أكثر. تعمل هذه الشركة بأكثر من 30 دولة، وأيضا تخدم عملاء بأكثر من 80 دولة. تعتبر من الشركات الاستشارية المهمة جدا في مجال قطاع النفط والغاز ومجال الاستشارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وحماية الأمن السيبراني. هذه الشركة تعتبر من الشركات المستوى الأول في الولايات المتحدة. لديها عقد مع مركز الأبحاث النووية الأمريكي امتد أكثر من 25 سنة. لديها رؤوس أموال بما يقارب دخل سنوي بما يقارب 4 مليار دولار.
الشركة فيها أكثر من 30,000 موظف، تعتبر من الشركات المهمة، لذلك اتجه العراق. لماذا اليوم البعض يراها من الشركات سيئة الصيت، متهمة بقضايا فساد، منفصلة عن شركة هالي بورتون الأمريكية عام 2006؟ نعم. ومتورطة أيضا بتدمير البنى التحتية في العراق بعد عام 2003. طبعا الشركة من 2006 لحد الآن عدوان فرصة عن الشركة الأم تغير مسارها وتغير نهج عملها. يعني أنت تعلم أنه في الولايات المتحدة وفي أوروبا الأولوية للشركات اللي يكون البقاء لها، اللي يكون لديها سمعة طيبة وأيضا معرضة للرقابة المستمرة. فلو أنه هذه الشركة مثل ما يقال عنها أنه سيئة الصيت، لما كانت استمرت بالعمل وحققت أرباح ولديها موظفين وانتشار واسع في كل لا بعض يقول لك أنا اليوم إذا أنا عندي تجربة ويا شركة إنه ما حصلت منها غير الفساد والإساءة والخراب، يعني طبعاً شنو اللي يجبرني أرجع اليوم أعيد التعاقد مع نعم شركة. إحنا ما نحكم على هذه الشركة إنه اللي دخلت مع القوات الأمريكية بالبداية، لأن كان عندها عقد مع الجيش الأمريكي، ما نحكم عليها في بداية العراق اللي كان بعده ما عنده حكومة ولا أكو دستور ولا قانون. اليوم إحنا القانون والعقد هو الفيصل. اليوم حتى وإن كانت هذه الشركة على سبيل المثال لو نفرض جدلاً إنه هذه الشركة سيئة لا يمكن أن تعمل، هذه الشركة لديها سيفي ولديها أعمال مماثلة، العقد راح يحكم بيناتنا، خصوصاً إنه في الولايات المتحدة ماكو شركة تجازف بسمعتها. أنا أسأل سؤال، من المسؤول عن اختيار الشركات اللي تم التعاقد معها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن؟ طبعاً هناك دراسة في كل القطاعات، عندما ذهب السيد رئيس الوزراء في زيارتي لديه ملف عن جميع القطاعات، ولكل قطاعات نبحث عن شراكة أو تعاقد مع شركات، خصوصاً إنه للعراق والولايات المتحدة هناك اتفاقية التعاون الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى ذلك إنه هذه الشركات في بيئتها ومحيطها في الولايات المتحدة لديها نجاحات، وهذه النجاحات يمكن أن تنعكس على مجال الاستشارة. اليوم دخول هذه الشركة كشركة استشارية بالبداية، اليوم يعني إذا كانت ناجحة راح تستمر بعملها، إذا ما نجحت وأخلت بشروط التعاقد بالعكس ستفرض عليها غرامات بسبب عدم، يعني إحنا ليش خلينا نرجع إلى الوراء، لماذا الشركات الأمريكية اللي موجودة في العراق لديها عقود تراخيص مثل شركة توتال وشركات أخرى تعمل في مجال النفط؟ اليوم أي شركة وزارة التخطيط لديها خبرة ولديها يعني خبرة تعاقدية صاغت عقد اختيار من قبل وزارة التخطيط العراقية. نعم، أكو استشارات، أكو استشاريين، وهذه شركات استشارية مثل ما اليوم عندنا في وزارة النفط أيضا شركات استشارية، في وزارات الاتصالات والوزارات البقية. الشركة عندما تكون شركة استشارية تم التوصية بها وفق دراسات ميدانية وقانونية وتم صياغة عقد. لماذا نحكم أنه على هذه الشركة سيئة الصيت قبل أن ينفذ العقد، مع العلم أنه لدينا خبرات إدارية في وزارة التخطيط على مستوى سيد وكيل وزارة سيد ماهر جوهان وكادر الوزارة والست أزهر وكل الموجودين درسوا الشركة دراسة مستفيضة، بحيث أنه هذه الشركة اليوم لديها نجاحات في أكثر من دولة. وأنا أجي أقول لك للي يتحدث، نعم اليوم يتحدث يعني يقول لك هاي الولايات الأمريكية مليانة شركات، آلاف الشركات موجودة، ليش أنا أعوف كل الشركات وأرجع على نفس الشركة اللي عليها قضايا فساد في العراق بعد عام 2003؟ هذه شركة كي بي آر لا يوجد عليها فساد، الشركة اللي انفصلت، إحنا نتحدث عن 98 اللي كانت 2006 كانت شركة أخرى. اليوم هذه الشركة تغيرت من 2006 لحد الآن، يعني 18 سنة لديها نجاحات وتغير. اليوم الشركات والعالم الرأسمالي يتغير بتغير السياسات، والشركة تغير نفسها، ولذلك إنه لو كانت هذه الشركة سيئة السمعة وسيئة الصيت كان اندثرت، كانت تعرضت إلى عقوبات، كانت جمدت أموالها، بالعكس بدأت تنتشر في دول عديدة. واليوم حتى على مستوى العراق على مستوى العقد وزارة التخطيط، إذا الشركة ما أدت إلا عليها هناك شروط عقد، شروط جزائية راح تدفع الشرط الجزائي، إحنا ما راح نخسر شيء. نعم. اليوم العراق يبحث عن أفضل الشركات في ناحية الاستشارة وأيضا في ناحية التنفيذ، خصوصا أنه لدينا مشاريع تنموية مهمة جدا كمشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو، لذلك الحكومة العراقية تبحث عن الكفاءة، تبحث عن الخبرة. يعني إحنا اليوم ما نريد نبدي من الصفر، نبدي نبحث عن الشركات التي لديها نجاحات ولديها إنجازات ولديها سيفي قوي، بحيث يمكن
أن تعمل وتلائم البيئة العراقية. جيد. الشركة تقدم خدمات استشارية فقط. العقد ب 46 مليون دولار لمدة خمس سنوات، خدماتها تتوقع أنه تستاهل هكذا مبلغ برأيك؟ طبعا حسب نوع الخدمة ونوع العقد، احنا ما مطلعين على تفاصيل العقد، خصوصا أنه هذه الشركة قلت لك لديها في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الاستشارات الهندسية، احنا محتاجين هكذا شركات، لكن نحتاج إلى شفافية. اليوم عندما كتب في وسائل الإعلام أنه هذا الشيء الشركة سيئة السمعة، يجب على وزارة التخطيط اليوم أن تظهر للعلن بشكل شفاف وتعرض الأعمال الإيجابية لتلك الشركة وأيضا الأسباب الموجبة لاختيار هذه الشركة. الأسباب اللي خلتها بالضبط. نعم، اليوم إحنا لدينا ثقة بعمل السيد رئيس الوزراء، ولدينا ثقة بعمل وزارة التخطيط باختيار، لأن اليوم الوضع لا يحتمل الفشل. هدرت أموال كثيرة طوال السنوات السابقة وفي الحكومات المتعاقبة ضاعت من العراق أموال كثيرة، اليوم نبحث عن شركات فعلا تنفذ أعمال. لذلك السيد رئيس الوزراء عندما اختار عدد من الشركات لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات الخاصة بالجسور والأنفاق اليوم في محافظة بغداد، الشركة اللي نجحت انطها أعمال أخرى، واللي أنجزت بمعايير خاصة تم مكافأتها وأعطاها أعمال أخرى، وهذا طبعا الشيء صحيح. مبدأ المنافسة، اليوم العراق هو سوق مفتوح فيه منافسة بين الشركات، خصوصا عندما عرض مثلا مترو بغداد أو مشروع طريق التنمية، الكثير من الشركات قدمت عطاءات، الحكومة تختار أفضل هذه العطاءات من الناحية الفنية وأيضا من الناحية المالية، ولدينا ثقة بالعمل الحكومة. هناك مشاريع اليوم يمكن أن تكون ناجحة، خلينا ندعم الشيء الصحيح، لا اليوم يكون نظرتنا نظرة تشاؤم نظرة سلبية، لكن المطلوب أيضا هناك شفافية بعرض العقود بالدفاع عن ونشوف الأعمال على أرض الواقع هي التي تتحدث. جيد دكتور، أسألك شلون تقيم عمل وزارة التخطيط خلال هذه السنوات اللي مرت؟ يعني بصراحة وزارة التخطيط تعمل بعدة مجالات، هي المجال مثلا التخطيط للمشاريع الاستثمارية وتنفيذها، وأيضا تعمل في مجال الإحصاء وإعداد خطط للتنمية، لكن مع الأسف طوال السنوات السابقة وزارة التخطيط تعد خطط تنمية ومشاريع، لكن مشكلتنا في التنفيذ وفي الإدارة. هذه الحكومة شخصت أنه هناك مشاكل في التنفيذ، حتى بمسألة اختيار المشاريع في الموازنة تم دراستها بشكل دقيق حتى على مستوى المحافظات والوزارات للمحافظات اللي فعلا تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع. لذلك اليوم النظرة في وزارة التخطيط تختلف عن سابقاتها، نظرة قائمة على أرض الواقع وتحاول أن تنفذ ما موجود على أرض الواقع، خصوصا أنه الوزارة مقبلة على تعداد عام للسكان، وأيضا مقبلة على تحسين مؤشرات الوضع الاستثماري للعراق والدراسات. البعض ربما يختلف بالرأي، يقول لك إحنا متأخرين جدا، يعني نعم متأخرين، يحتاج الدليل أنه التعداد السكاني بعد 20 سنة وإلى اليوم إحنا ما يعني ما تتحمل وزارة التخطيط مسألة التأخير، مسألة سياسية، خلينا نكون صريحين، تعداد العام للسكان للعراق هو مسألة الاتفاق سياسي خصوصا بين المركز والإقليم والمحافظات، حتى في مسألة وضع القومية أو الطائفة كانت كل هذه اختلافات، لكن اليوم الوضع مهيئ، يعني السيد رئيس الوزراء يسند الأعمال الخاصة بتقديم البيانات والإحصاءات، وزارة التخطيط أثبتت نجاح بالرقم الوظيفي أيضا الرقم الوطني بمحاولة أنه يكون جميع موظفين الدولة مسجلين ضمن وزارة التخطيط، أيضا في مسألة الإحصاء وتقديم مؤشرات، هناك نجاحات لا يمكن أن نغفلها، لكن هذه النجاحات تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من قبل بقية الوزارات بحيث تنفذ البرنامج الحكومي. وزارة التخطيط ملتزمة بما عليها، يعني أنا من خلال منبر قناتكم اليوم إحنا نشيد بعمل وزارة التخطيط باختيار المشاريع المهمة وأيضا دراستها من الناحية دراسات الجدوى والتكاليف وأهميتها والتي تحقق. والله دكتور كل هذه الوزارات كانت موجودة خلال هذه السنوات، لكن المواطن العراقي ما شاف العمل الحقيقي والخدمة الحقيقية إلا خلال هذه الحكومة. نعم اليوم مواطن نعم يشعر كل مؤيد. نعم شنو الأسباب؟ كل الأدوات كانت متوفرة. مسألة إدارة، الإدارة الحقيقية والإرادة كان ينقص، يعني كل الحكومات اليوم خلينا نكون بكل صراحة، السيد رئيس الوزراء يتابع وبشكل ميداني وعلى مدار الساعة ولديه فرق عمل،
ويدير اغلب الوزارات والمشاريع من موقع عدنا. يعني اللي كان قبله ما كان يتابع، ما كانت عنده الاراده. الرجل يعني الرجل عنده اراده بالتنفيذ، واذا لديه القدره على المطاوله، ولديه القدره اليوم حتى حقق دعم على مستوى الشارع ومستوى الكتل السياسيه، هو مدعوم. نعم. حتى على مستوى العلاقات الخارجيه، اليوم العراق يتمتع بعلاقات جيدة. الرجل جاء من خبرة، من مجلس محافظة إلى محافظ إلى وزير أكثر من مرة، تراكمت لديه الخبرة. حتى عمل على تصفير الأزمات ما بين مركز الإقليم. يعني عنده قدرة على تشخيص مكامن الخلل، فهو يعني ما جاء من خارج الكابينة الحكومية، لا هو ابن الحكومات المتعاقبة وعرف مواطن الفشل، وأيضا لديه مركز للدراسات الاقتصادية، فتولدت لديه خبرة كافية في الإدارة. خلونا يعني الجميع اليوم ينظر بإيجابية لهذا العمل. أهم شيء أنه يكون العراق اليوم بدأ يتغير من الناحية الاقتصادية، مؤشرات بدأ يقلل حرق الغاز اللي كان يحرق على مدار السنوات، بدأ العراق ينتج المشتقات النفطية اللي كانت تستورد في السابق وتهدر مليارات الدولارات سنويا. هناك واجهة إيجابية. دكتور كاقتصادي أريد أسألك عذرا للمقاطعة، إذا استمرت الحكومة على هذا العمل لمدة 3 أو 4 سنوات، شلون راح نشوف العراق بعد مرور هاي 3 سنوات؟ يعني أهم فقرة هو البناء الاقتصادي والتنوع الاقتصادي. اليوم هذه الحكومة تعمل على نموذج اقتصادي جديد، تعمل على مسألة شراكة القطاعين العام والخاص. الحكومة لديها رؤية واستراتيجية لتغيير موديل الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد على النفط، بتنويع الاقتصاد، بالاستفادة من القطاعات الأخرى، تنشيطها كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، قطاع الاتصالات، البنى التحتية، قطاع الإسكان. هناك اهتمام حكومي لتغيير بوصلة الاقتصاد العراقي، وأيضا دعم القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا للمشاركة مع الحكومة. لذلك هذه الحكومة فيها كابينة خاصة استشارية تعمل على إنشاء موديل للاقتصاد العراقي مبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا مبني على تطوير القطاع الخاص والمشاركة العالمية، وأيضا تنويع الاقتصاد بحيث لا يبقى الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد على الإيرادات النفطية فقط، بينما اقتصاد منتج يمكن أن يساهم، خصوصا أنه هناك زيادة سكانية وهناك الكثير من الأيدي العاملة اليوم تريد فرصة عمل. ستعمل الحكومة خلال برنامجها القادم على خلق فرص عمل عن طريق تنشيط القطاع الخاص وتنشيط الشراكة، وهذا ما نلمسه في أروقة الحكومة وأوراقها ومنهاج الحكومي. سيكون له نسبة كبيرة. نعم. قائم على مسألة التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. نعم. الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الفهد، أشكرك جزيلا. شكرا على هذه المتابعة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. وزير الداخلية يوجه بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار جيم لمدة 3 أشهر. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على إرهابيين 2 وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة. الخطوط الجوية العراقية تعلن عن وصول أول رحلة للحجاج العائدين إلى مطار النجف الأشرف. وزارة النقل تعلن قرب انطلاق الحزمة الثانية من مشروع النقل الجماعي في بغداد والمحافظات. وزارة الموارد المائية تعلن إزالة نحو 25,000 تجاوز على ضفاف الأنهار والحصص المائية. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.